بالنسبة لمكتب القاهرة عندنا السيد عبد المجيد تبون 416 صوت بنسبة 92.24%، السيد عبد العالي حسن الشريف 13 صوت بنسبة 2.88%، والسيد يوسف أوشيش 22 صوت بنسبة 4.88%. وبالنسبة لمكتب الإسكندرية السيد عبد المجيد تبون عنده 218 صوت بنسبة 96.89%، السيد عبد العالي حساني صوتين بنسبة 0.89%، والسيد يوسف أوشيش 5 أصوات بنسبة 2.22%. بالنسبة للكل هيكون عندنا السيد المكتبين بالنسبة المركز تاعنا كاين عبد المجيد تبون 634 صوت بنسبة 93.79%، السيد يوسف أوشيش 27 صوت بنسبة 3.99%، ثم السيد عبد العالي حسن الشريف 15 صوت بنسبة 2.22%. كان عدد الأصوات الملغاة 35، عدد الأصوات الملغاة 35.